دكتور عبد الكريم مساتي يكون جراح عمود فقري، فهو أعلم بالتشخيص وإزاي إن بعض الصور ما بتوضحش التشخيص الحقيقي للمرضى. الرنين المفتوح الفيرجن أو النوع الحديث منه اسمه دايناميك ام ار اي، بيساعد المرضى إن هم يتصوروا في الوضع الجالس أو مع الحركة، وبالتالي الدكتور او الجراح بقى يقدر يشخص امراض ما كانتش سهل نشوفها في الرنين العادي لما المريض في الوضع النايم. بجانب كده ساعد المرضى اللي عندهم كلاستروفوبيا او اللي بيخافوا من الاماكن المغلقه، وده ثانكس لمجهودات الدكتور عبد الكريم في تشخيص المرضى واقتناء احدث الاجهزه اللي هي الطابق الاول من نوعه في منطقه الامارات وبس الشرق الاوسط كامل.